هنا سؤال يا شيخ من مجموعة من الأخوات وصلنا عبر بريد البرنامج مجموعة من المعلمات، سؤالهن يا شيخ طويل، أنا حاولت تلخيصه، ويذكرن بأن مديرتهن يا شيخ تقلل من تخصصاتهن، هن تخصصات علمية كما يقول، وأن الأمة ليست بحاجة لمثل هذه التخصصات، ما توجيهكم يا شيخ؟ والله يا أخي هو الناس كلهم يحتاجون الاحترام، نعم، فكون المديرة تقلل من شأن علم اكتسبته وأمضت فيها عمرا، نعم، فهذا أرى أنه ليس صحيحا ولا جائزا، لا سيما إذا كان يتضمن سخرية أو نعم. تحقير أو أذية، فالأذية ممنوعة، والأذية تشمل كل صور الأذية، ومنه تقليل شأن الإنسان، نعم. فهذا لا يجوز إذا كان يتضمن هذه المعاني. أما إذا كان هذا توصيف للواقع، بمعنى أنه لما تكون العلوم متفاوتة في الرتبة، نعم، فيبين على وجه العموم لا على ما يتعلق بالأشخاص رتبة علم، وأنها مقدمة على علم آخر، أو الحاجة إلى هذا العلم أكثر من الحاجة إلى هذا العلم، أو الموازنة بين العلوم الشرعية، نعم، وعلوم التجريبية والتطبيقية والطبيعية، فما في شك هذا الكلام العام يختلف عما تتكلم عندما تتكلم عن شخص معين، فإنه قد يكون عنده من النفع والإغناء ما ينبغي أن يحفظ، وأيضا ينبغي أن تتجنب أذيته، لأن الأذية ليست مما يسوق في مثل هذا، وهي بغير حق، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.